انا بالنسبه لي ايوه كله هلا بالنسبه لك. انا اليوم بدي اكل على ذوقك. اوكي اكثر يعني من شخصين ممكن اطلب نوعين سلطه. نوعين سلطه احيانا لانه بحب نوع وبصراحه بطلب احيانا سلطات اللي ما بنعملها كثير بالبيت. هلا هون نزلت عندنا سلطه الجرجير مع الفطر. كثير شهيه هاي السفره. فظيعه فظيعه كارثيه صحيه كثير صحيه. الله وكيلك. شايفه هاي اللحمه؟ بتعرفي من اول ناس بداوا فيها؟ يعني عم بحكيك عن علم تاريخ. بتعرفي مين؟ مين اللي بدا بهاي اللحمه؟ كفار قريش. شوف تطلع كيف اللحمه. واو شوفي شوف الكفره شو عملوا باللحمه. طلع شوفي اللحمه المهتريه هاي. انتو حتجوعوا معي. حلقتنا اليوم حلقه مميزه كتير. ببداية الحلقة مستضيفين مدام رولا علوش أخصائية التغذية وحنطلب أكل صحي تمام؟ ولكن أنا حجوعكم بطريقتي. أنا محمد سرحان وحلقتنا اليوم بالمطعم حبيبي مطعم خان الوزير. حلقتنا اليوم مستضيفين مدام رولا اختصاصية التغذية مش أخصائية. بدنا نعمل شغلة جديدة، فكرة جديدة. موضوع الحلقة أنه كيف أنت تفوت على أي مطعم وتطلب أكل صحي. فإحنا هلأ بدنا نشوف المنيو هون عند مطعم خان الوزير، وبدنا مدام رولا هي اللي تختارنا الأكل، وبدنا نكون اليوم هيك إنه صحيين. أهلا وسهلا فيك. تسلمني يا حبيبي. شكرا جزيلا. تفضلي مدام. شكرا يا حبيبي. هلأ بدنا نشوف إحنا طبعا منيو خان الوزير موجود عندكم تحت بالوصف. بدنا نطلب أول شيء مثلا زي شو بدك تحب تطلبي مثلا؟ أنا بالنسبة إلي أيوة كله هلأ بالنسبة لك. أنا اليوم بدي أكل على ذوقك. أوكي تمام. حلقتنا اليوم على ذوق مدام رولا. هلا انا عاده لما يعني انا طبعا بروح على مطعم يعني على الاقل مره بالاسبوع. تمام. ممكن اروح مره او مرتين حسب يعني. بس انا بروح كثير بيعني لي اني اطلب صحن سلطه. تمام. من ضمن الاكل. بالحقيقه اذا كنا اكثر يعني من شخصين ممكن اطلب نوعين سلطه. نوعين سلطه احيانا لانه بحب نوع وبصراحه بطلب احيانا سلطات اللي ما بنعملها كثير بالبيت. زي يعني مو سلطه الخضراء اللي هي بندوره وخيار وخس. حاول اطلب سلطات نحن ما بنعملها. مثلا زي شو مثلا؟ مثلا في مره اكلت تبوله الكينوا. هي نوع من انواع البذور بس تبوله عاملينها بغير البرغل يعني بحطوا لها نوع ثاني. ممكن سلطه الجرجير مثلا. سلطه الجرجير. في سلطه الجرجير. والله انا مشتهي كمان سلطه الجرجير. فتوش او حتى التبوله العاديه. تبوله كمان عاده هي السلطات يعني لا خصوصا التبوله اللي بدها فرم كثير وهيك. حاول اطلبها بالمطاعم. فهمتك 100%. طب بس بالنسبه للحوم بتروح بتاكلوش لحوم مثلا؟ لا باكل انا باكل يعني مثلا يعني هذا لحوم مشويه بروتين صح ولا لا؟ طبعا ماشي معكي صح. صح صح تمام. لحد هلا أوكي. بس شغلت جرس الانذار بتعرفني. في جرس انذار ممكن يطلع. هلا بس بدي احكي شغله انه الناس بتفكر انه اذا انت اختصاصي تغذيه فانت 100% عم تاكل اكل صحي. الحقيقه في قاعده بالحياه اسمها قاعده 80-20. شو يعني قاعده 80-20؟ قاعده 80-20 هي وحده من الامور اللي بتسهل الحياه. تمام. شو بتعمل هي القاعده؟ بتسهل الحياه بالاكل يعني. بتسهل الحياه بصراحه بكل شيء. بس على موضوع الاكل انه نحن 80% من الوقت ضروري جدا ناكل بطريقه صحيه لحتى نحافظ على وزن صحي وتكون صحه اجسامنا من جوا جيده، تحاليلنا منيحه، ما في مشاكل بالدهون ثلاثيه بالكوليسترول بضغط الدم لا سمح الله بالسكري، كلها هي مشاكل. ف 80% من الحياه حلو انه تكون بطريقه صحيه، لكن في 20% ممكن من الحياه تكون مو صحيه. هلا هي ال 20% ممكن تكون مثلا على شكل طبق من الاطباق يكون مو كثير صحي ضمن المطعم. لانه انا بحس انه لما انت على طول صحي صحي صار جسمك عامل مناعه اصلا من الصحي. لا مو بس مناعه، هو ما صار انه 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 ببطل هيك انه يستوعب اكل صحي صحي وخلص انه هالبني ادم هيك بياكل اكله فخلص بتاقلم على هيك. صح. ببطل ينزل الوزن. اعتقد عم بحكي اذا خفض كثير السعرات الحراريه بالضبط. اكل كثير اكل قليل يعني مثلا باليوم كله اكل بس صحن سلطه ممكن بطل بالضبط. ينزل بالضبط بالضبط لانه هو خلص بصير مثلا حساباته لجسمك عم بحسب انه هذا اكلنا مضبوط. طيب هلا هي الشغله انا بحبها انه بالمطعم حاول تطلب دائما سلطه. وبلاحظ انه عند الناس انه شو تطلب سلطه؟ معقول بدك تدفع مثلا مبلغ وقدره بسلطه؟ ايه ادفع طبعا بالسلطه لانه هي شغله صحيه وانت اعتبر حالك
انه هو نوع من انواع الاطباق اللي انت عم تاكلها وعم تستفيد منها، يعني جسمك عم يستفيد منها. صح. فهي هي اول نقطه انه لما نروح على المطعم دائما ما نستخسر سعر السلطه. بالضبط هي الشغله. السلطه اساسي. أيه. بيني وبينك عندي وعندها. أيه. يعني سلطه مهما كنت عم تطلب بدك سلطه هيك تسلك امورك بالبدايه. مزبوط. يعني تعمل تعبي شوي من المعده مشان ما ناكل كميات كبيره. لا بس كل لك لقمتين حعبي لك اياها بطريقتي انا. طيب وشغله ثانيه انا بنصح فيها وانا عاده مطبقها هو انه بطلب شوربه. بس بروح غالبا للشوربات اللي مو كريميه، يعني مو الكريمه، مو شوربه الفطر مثلا، شوربه الذره، هدول الشوربات شوي دسمه. تمام. فيها نسبه سعرات حراريه عاليه، العدس بتكون اقل. العدس ممكن وبعدين كمان بروتينيه، يعني بروتين كل حبوب هذا بروتين. ممكن شوربه البروكولي. لا بفهم على فكره انا بعجبك بهالامور. ايه فبالعموم يعني ممكن انا اطلب شوربه وسلطه كشيء هيك اساسي. هون عم بحكي طبعا على مطعم بيقدم كثير وجبات، في احيانا بعض المطاعم ما عندها هي الخيارات اصلا. بالضبط. فبيكون هذا استثناء مو الدائم، مو الستايل لايك يعني. تمام. هلا خلينا احنا مثلا نطلب مثلا غير السلطات. اوكي وغير الشوربات، ما حنبدا بشوربه هلا. بس انه مثلا شو رايك نطلب مشاوي؟ شو رايك باللحمه مثلا نطلب؟ ما عندي مشكله، بالعكس انا مع البروتين. اوكي. بس اهم شيء ما يكون كثير دسم، يعني ما يكون محطوط له كميه دهون عاليه. لا مشوي. مشوي نعم. اوكي نعم. ممكن اي نوع من انواع المشاوي ما بفرق. انا كده طيب لكن ناخذ احنا لكان كاستليتا اللي هي الريش. تمام. وناخذ مثلا لحمه مشويه. تمام. لحمه كباب ولا شقه؟ لا الكباب هاي كلها دهون، احنا قلنا بدنا شيء ما فيه دهون طبعا. لا لحمه شقف. تمام. هلا هون نزلت عندنا سلطة الجرجير مع الفطر. كثير شهية. اوكي وهي كمان حاطط لك دبس الرمان، شو وضعه الصحيح بالقصة عندك؟ كمان هي سؤال مهم جدا جدا. تمام. نحن عندنا بالسلطات السلطة الصحن ككل يمكن ما بيطلع إذا ما فيه عليه صوصات. شكرا جزيلا. يعني إذا ما محطوط عليه شيء أبدا لسه ممكن ما يتجاوز فيه 50 كالوري أو 50 سعر حراري. ايه. بس لما بدأنا نحط زيت ودبس رمان كل ملعقة واحدة من هي الملعق، ملعقة زيت فيها 50 فيها 90 كالوري. 90 كالوري. 90 لأنه 10 جرام تطلع تقريبا. ودبس الرمان نفس الشيء فيه كمان بين 80 و 90 كالوري. فأنا إذا بدي أحط كميات كبيرة يعني 4-5 ملاعق للصحن الواحد أنا بدي أعتبر أنه في شيء 300 أو 400 كالوري زيادة عن 50 كالوري. بس بقى بدي يكون متوازن، حط بس ما كتر. احنا قلنا هلا احنا عايشين بالعشرين، احنا قلنا في 80 وفي 20. اوكي خذينا بعالم العشرين هلا. تمام. لا بس حتى بالعشرين على فكرة بيكون في سلطة وممكن يعني هلا مثلا اذا انت بتخيرني بين السلطات الثلاثة. اوكي مو كطعم هلا كلزازه الحقيقة كلهم طيبين. بس انا اذا بدي اختار ممكن اختار تختاري هذا. انا كنت متوقع لانه هذا في جبنه وكذا والاشياء هاي لانه ما في دبس رمان. هون حاطين له سماق مثلا، حاطين له ليمون وهيك وخل ممكن ما بعرف، بس هون حاطين دبس رمان فهون السعرات اكثر لانه في خبز مقلي ودبس صح. رمان وجبنه بس هي انه كلزازه هي بتجنن كثير طيب. لزازه. انا خليني مع اللزازه. اي والله لك جبنه بس هيك مع دبس الرمان. اي بابا دقيها. طيب يلا دق هي معلة. انا والله بصراحه مدام مشتهي الفتوش هذا لك. حاكل فتوش بس بعد صحن الفتوش كتير. غني جدا جدا لذيذ الفتوش صراحه، يعني اذا الواحد يستمتع بالسلطه يطلب فتوش. بالضبط كثير لذيذ بس من غير اللي قلتي لي هاي الجبنه وما الجبنه والاشياء. لا هلا مو يعني شوف يعني هي النقطه بالاخر استاذ محمد انه هل انا كل يوم عم باكل هذا الاكل؟ طب ممكن اسالك سؤال هيك ايه عندك شخصي عن الاكل وهيك؟ شخصي عن الاكل ايه توقع بيت حضرتكم مثلا يعني جوزك مثلا مأقلم الدنيا كلها عندكم بالبيت انه ياكل هالاكلات هاي؟ ايه هو انا بطبخ بطريقه صحيه بس لذيذه. يعني انا دائما بحاول انه استخدم ما بكتر زيت بس كثير بهمني مثلا احط بهار بشكل كافي بالاكل لانه البهار انت بتعرف البهار بيعطي النكهه القويه النكهه الاصليه فانا مشان ما كتر زيت بحط كميه بهار منيحه. طيبه ها؟ طيبه. كثير طيبه هي. يا سلام. على فكره تحت بالوصف بتلاقوا الانستغرام تبع مدام رولا حتستفيدوا كثير منه، اكل هيك صحي ونصائح صحيه ودائما هي يعني ما شاء الله هيك متفاعل مع مع جمهورها بالستوري مال ستوري، كثير حتستمتعوا بالانستغرام تبعها. وانا بدي اياك هلا تستمتعي باللحم اللي هون. ليك تطلع هاي ليك تطلع فتوش معلق
حطي لك هذا بس انه شوفي هاي ما طيبها جربيها. يا شوفي كثير كثير شمعه. يس يس شمعه. طيب بس هلا هي يعني ما بناكل منها كميات كبيره. لحمه اللحمه طريه. اوكي تفضلي. ما بدنا ناكل كميات كبيره ومو كل يوم. انت كل يوم بتروح على المطاعم وبتاكل؟ لا مش شرط. كم مره بالاسبوع؟ بالله عن جد على فكره ما ببالغ معك يمكن مرتين ثلاثه بالاسبوع. ايه هلا انا بقول لهم دائما اللي طبيعه حياته فيها مثلا بيعزم حدا او بينعزم او بيطلع على مطاعم كثير عنده حل من الحلين، اما بده ياكل. انا بعمل رياضه كثير. عن جد؟ ايه كل يوم؟ يعني انه بتلاقيني مثلا بالاسبوع ثلاث اربع مرات. بده يكون وزنك معناته صحي. مش صحي كثير لا، لاني انا باكل كثير مثلا بتلاقيني بجرب كثير، انا مجبر هذا شغلي. ايه انا طبيعة عملي اني انا ازور بس مطاعم. بس فينك تعمل يعني توازن؟ ممكن اعمل توازن على فكرة. انا مريت فترة انه قبل ما مثلا اصير اهتم بالتمرين الرياضي صرت اعتمد على رجيم اللي هو الصيام المتقطع. كأني صايم مدة طويلة وبعدين باجي من على المطعم. حلو بدهر. الله الفتوش خطير شكله. الفتوش كتير طيب، اللحمة كتير طيبة. ليك ليك تطلع هاللمعة ما طيبها. طب بدي جزرة. تفضلي. هاي جزرة. تصلي من أول ما قعدنا عم لك بدي جزرة بدي جزرة. هاي كمان جزرة. شكرا. أنا بحب الجزر كثير. وبحب تلوين الفواكه والخضار. يعني على طول يعني بشجع الناس إنه لون السلطة. عن جد مثلا فتوش أو حتى التبولة أو حتى هنيك سلطة الجرجير. شوف الألوان اللي فيها، فيها أخضر مع أحمر مع أبيض. هاي على فكرة أول ما بتقعد هون بينزلوا لك هذا الصحن. هذا مش إنه طلب. ما شاء الله هون في كرم. ايه بتعرفوني انتوا انا قديش بحب المطعم خان الوزير وقديش انا باجي لعنده. فايه من المطاعم المهمه باسطنبول. هلا كيف ما جربت اللحمه؟ جربت اللحم الشقف؟ جربت اللحم الشقف؟ ما تغديت. ما انت لسه. والله الله ستر اني ما تغديت. انا خايف هلا تقولي يا ريتني ما تعشيت من اول امبارح. لحمة كيف؟ عن جد خطيرة خطيرة. صح ولا لا؟ طرية هيك كثير طرية. كثير طرية. بس على فكرة إذا طرية فيها بكون شوية دهن. أوكي. أوكي. بس مو دائما. برجع بذكر مو دائما، يعني إذا بدي أروح على المطعم بده يكون بعرف حالي أول شيء عم بلعب رياضة عم عوض شوية حركة. أيوة. يا. واو هاي شغلات طال عمرك. هاي طال عمرك شغلات مش انت عم تحكينا عن العلم. حطها هناك الارض عليك سلم هالايدين يا رب. هي بشكل لبنان. وين الكرزية؟ كرزية هلا جيب كرزية. طب نحن اتفقنا على اساس انه بس هذا ما هو هذا وهذا خلص ما يهمك. يا سلام عليك سلم لي خلاص تمام تمام. هاي السفرة فظيعة فظيعة كارثية صحية كثير صحية الله وكيلك. شايف هذا الصحن؟ شايف هاي اللحمة؟ تعرفي من أول الناس بدأوا فيها؟ يعني عم بحكيك عن علم تاريخ. تعرفي مين؟ مين؟ اللي بدأ بهاي اللحمة كفار قريش. شوف تطلع كيف اللحمة. واو شوفي شوفي الكفرة شو عملوا باللحمة. طلع شوفي اللحمة المهترية هاي. طلع اللحمة عند خان الوزير شوفي. طب هاي بالله عليك صحية ولا مش صحية؟ دسلك بالله لك شو طري وطيب صحية نفسيا صحية. أنا ما أكل لك شيء والله بفقع. ايه لا كل بس مو كل يوم ومو ثلاث أربع خمس ست مرات بالأسبوع. طيب أحط لك على ذوقي هلا. بدي أحط سلطة أنا. لا أحط لك على ذوقي مشان أمن. لحظة شوي أحط لك على ذوقي. حطي سلطة يا ستي معنا شوي بس اوكي بس خليني احط لك هذا احط لك اللحمه ميرسي واحط لك شويه رز. الرز اللي عنده دايت على فكره رجيم ابدا مو دايت. احط لك فريكه
لا لا خلص مصري. لا لا كتار والله كتار. هدول كتار؟ هلا هذا الفريك انا كمان من الناس اللي بحبوا الفريك عند خان الوزير. اللحمه دوق اللحمه وادعي لي دوقي لي اياها اللحمه بالله يعني. عليك مدام كنت عم فكر انه ايه فكر وغير رايك. كنت عم فكر انه بكره كيف لازم اقضي ساعه رياضه اكثر مشان يعني كميه السعرات تكون معقوله. ماشي الحال انا موافق. اوكي انت بتعمل رياضه قلت لي. انت عم تقول لي انه انا بعمل رياضه. بعمل رياضه كل يوم. قلت لك انا كم 3-4 مرات بالاسبوع. طيب منين باخذ لفه حوالين لفه واحده يعني 10 دقائق. لا 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 والله لا والله بمشي اصلا بحياتي بمشي كثير. ايه انا بحياتي بمشي كثير والله. كيف الرز خطير بجنن عن جد خطير. مدام عجبتك هذا اكلنا اللذيذ هذا بدي اوريكي مثلا هذا الطبق كرزيه عباره عن كبه. طلع كيف هاي كنا عاملينها مع الكرز بدي ادوقك اياها. يا سلام. انه خدي لك هدول بس بدي اياكي يعني انه تستمتعي فيها. طيب انت كيفك مع الخبز مثلا؟ انت على فكره مستبد. لا انا اقول لك شغله خدي هذا مثلا هيك هدول خلص وحده حاجه. وحده خلص. اوكي ذبحتني ذبحها كيف بالله دوق لي اياها. انا لما باكلها هاي بندم على الايام اللي راحت من عمري. بالله ما ندمت على الايام اللي راحت من عمرك بالرجيم. بالحقيقه ندمت يمكن انه ما كثير نحن تعرفت على الاكل الحلبي متاخرا. لازم كنا نعرفه ابكر من هيك. انا دائما بقول فعلا الاكل الحلبي حتى بالحلقات اللي صورت قبل عند مطعم خان الوزير قلت نفس الكلمه. المطعم الحلبي المطبخ الحلبي مطبخ مظلوم. هي كمان واحدة من النقاط اللي بحس انه يساعد الناس انه ياكل بشكل صحي. انه قدر الامكان يستخدم الشوكه بدل الملعقه لانه انت بالشوكه ما بتقدر تطالع كميه كبيره. اكل كبيره. وكمان انا بدي اضيف عليكي كمان مثلا معلومه انه خلي صحنك اللي قدامك صغير ما تحط الصحن الكبير كمان انك تعبي كمان. مزبوط. وهذا ساعد عشان تعرف ان انا كنت كنت ولا زلت. انزل بالانستغرام تبعي روح على الانستغرام وانزل لتحت اول الصور شوفوني كيف كنت بالنادي وبصور حالي بالنادي. طيب شفتيها شو صار هلا صار 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 عندي مشكله المطاعم الدائمه. لا 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 ابدا. وانا بقول لك اياها وبقول لهم اياها لما تكبر حتزهق بصراحه والله لا تزهق اخر شيء. انا بقول لك اياها من واقع تجربه. واحد بيكبر وبيزهق ضل نعمل رياضه وضلني حارب حالي. حبيبي استمتع روح قول. خطا بعدين انت ما كبرت يعني. انت عم تحسسني انه انت عمرك كثير يعني انا ما كنت مثلا بالثلاثينات اواخر العشرينات اوكي بروح على نادي وكذا بس بعدين وخلص يعني وبعدين يعني. طيب هو طريقه حياه يعني النادي ما هو مو عقاب على فكره. وقت للاستمتاع النادي. هلا ايه انا هلا لما بقول لك بعمل رياضه بالنادي بنفس السكن انا ساكن فيه في يعني نادي. تنزل عليه مره بالشهر. الله يسامحك الله يسامحك كل 3 شهور مره. شوف هاي حبه الكباب. اسمعيني بس مستحيل. انا ما قلت لك كل انا قلت لك كل قلت لك شوفي هاي معموله بالفستق. كباب بالفستق اسمه كباب بالفستق. تفضلي. شكرا. ايوه طيبين. كيف طيبه. خذ هالحبه جزر. مسكتين. ما بدي اكل جزر خلص. اسمع مني خذي جزر. ما بدي. الفجل بنشط لك ال بطفش بي 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 شفتي؟ كثير طيب الفجل كثير نافع. خذي هاي حبه ماده بعدها اللي شو؟ بالجوز. لا بالجوز ايوه. فستق الحلبي. لا هي بالفستق هي بالجوز على فكره. هي بالجوز قول. عن جد طيبه كثير. بس كباب مو صحي. هاي طيبة هاي. هاي خطيرة. الرز اللي عنده يا جماعة أروع ما يكون. هلا في شغلة أنا ما يعني بدي أورجيكم إياها بالكاميرا ما بعرف إذا هي حتقبلها ولا لا. هاي معلمة كباب معجوقة. كباب ليش معجوقة يا حزرات؟ ليش؟ قولي بتعرف؟ أنت قول. أنا بعرف.
انت قول. اوكي انا بعرف وانت بتعرفي. والله حسب الاسم انه مثلا فيها جبنه وما جبنه بالضبط. وانعجقت وصارت الزحمه معجوقه يعني انه في عجقه. مزبوط. العجقه اللي هي زحمه باغلب اللغات. تمام. شوف هالزحمه اللي هون. طيب طلع الجبنه طلع الدنيا. سلام. ديك هاي الشقفه دقيها. احنا لساتنا هلا شو قلنا اتفقنا مدام شو انه احنا بال 20% من ال 80 تمام. لا بال 20% من التلسات هلا بال 20%. بعدين في شغله مهمه عن جد، كميه البروتين العاليه يعني هو الناس بفكروا انه البروتين صحي ونقدر ناكل منه وهيك، بس كميه البروتين الزايده بشكل دائم شو بتعمل؟ مشاكل. مشاكل دم. انا اشتهيت لك اياها. انا اسف دم فيها فظيع. بس تعمل مشاكل دهون ثلاثيه، بتعمل كوليسترول عالي، بتعمل نقرس. الحمد لله يورك اسيد اذا ارتفع هذا بيقولوا له مرض. اسمه نقرس؟ ايه مرض الملوك. لا الملوك اللي هو ان كانوا ياكلوا لحم كثير كثير. فشو بتعمل؟ تعمل الام بالمفاصل بالارجل بهيك يعني. والانسان بده ياكل طبعا، مو غلط انه ناكل نستمتع، بس يعني بده يكون شوي هيك في حدود يعني. حدود. انا بدي يصير اعمل كنترول على القناه بعد هاي شغله. طب اسمعي بصير كل مره اقول لك انه كثير كثرته. طب تعرف نعملها؟ شو رايك؟ طب اقول لك شغله. شو؟ اعمل انا وياك اتفاقيه. قول. انت تديري محمد سرحان على اساس انه مثلا انت بتعرف انه هو رجال بيصور. أوكي. تمام؟ نعمل شغله انه انت مثلا تعملي له الاكلات او مثلا تعطيه الوجبات. انا بدي ينزل وزني مثلا من هون لشهر شهرين. ينزل وزني ولساتني عم باكل وعم بصور، بتقدري تعملي هيك؟ ايه بس ما بتاكل هيك. لا باكل هيك. بطلنا. طبعا هي بهي الطريقه انه مره بالاسبوع. مره بالاسبوع؟ شو مره بالاسبوع هيك؟ مره بالاسبوع باكل هيك. وبقيه الايام؟ بقيه الايام زي ما بدك. قول والله. والله ايه خلص. اكيد بس اسمعي حتى كمان مش مره بالاسبوع. ها. يعني انه وجبه بالاسبوع. اوكي. مش يوم راحه، يعني مره مرتين. ماشي بنتفق على لا مره. اتفقنا مره. لا استني شوي. في رزقه هون بين بنصور بعض الحين حلقتين بالاسبوع. بنصور يا ستي حلقه دايت. هلا في حلقات بنصورها بنحتاج ناكل. مرتين بالاسبوع، وجبتين بالاسبوع. مقابل تعملي مثلا نظام اكل. هاليومين شو ما بقول لك على نوعيه الرياضه وعدد الدقائق بدك تقول اوكي. انا موافق، انا بحب هيك، انا اصلا بحب الرياضه. أوكي. انا بطبيعه جسمي بحب الرياضه. اوكي اتفقنا. اتفقنا. طبعا مدام رولا عندها عياده خاصه للدايت وما الدايت، فاذا بدك انا باجي ان شاء الله. ايه وشوف مثلا وزني وما وزني ونعمل الخطه هاي. ممكن. تمام كثير. اهلا وسهلا فيك. وزي ما انتم شايفين هلا انا واحد مثلا مش بعد وخلص وهي لساتها عم تاكل. لا عم تاكل فت، خليك عم تاكل فت. كان يا ريت يعني. انا الحمد لله رب العالمين عبيت البطن وعبيت الطاسة. وهي كانت حلقتنا. اضغطوا لايك على الأكلات وعلى ضيفتنا كمان. شرفتوني حبايبي وأهلا وسهلا فيكم.